الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوتشر إن سعر صرف الدينار سيستمر على حاله ضمن بنود في قانون الإدارة المالية في حال لم يتم إقرار سعر الموازنة. وأضاف كوتشر أن الدولة بحاجة إلى إقرار الموازنة المالية فور التصويت على حكومة السودان، وإذا تعذر إقرار الموازنة فهذا يلزم البرلمان أو يلزم البرلمان لتجديد قانون الأمن الغذائي. من جهتهم أكد خبراء اقتصاديون أن هناك أكثر من 8 ملايين مواطن عراقي يعتمدون على الرواتب. كشف خبراء اقتصاديون عن عدم جدوى إعادة تخفيض سعر صرف الدولار، مؤكدين أن تخفيض سعر صرف الدولار لن يخفض أسعار السلع سوى 5% فقط. وأكد الخبراء أن هناك أسباباً أخرى أدت إلى ارتفاع سعر السلع الأساسية بشكل كبير، منها جائحة كورونا التي أدت إلى إغلاق في الاقتصاد العالمي وتضرر سلاسل التوريد وارتفاع كلف الشحن والنقل، إضافة إلى موجة الجفاف العالمي وارتفاع أسعار الطاقة في العالم والحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع كلف الإنتاج في معظم دول العالم. قال وزير النفط حسان عبد الجبار إن مصفى كربلاء سينتج 9 ملايين لتر من مادة البنزين، مبينا أن هذه الكمية من الإنتاج كان من المفترض أن تسد الحاجة عن الاستيراد بنسبة 90% وفق إحصائيات الإنتاج والاستهلاك للبنزين في العراق الصادرة خلال العامين الماضيين. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة النفط المباشرة بفعاليات التشغيل التجريبي لمصفى كربلاء بعد جولة طويلة من التضاربات بشأن كمية ما سينتجه المصفى من بنزين، حيث أن أول الروايات كانت تقول أن المصفى سيسد الحاجة تماماً من الاستيراد، ثم بعد ذلك انخفضت النسبة إلى 60%. دعا زعماء الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي إلى سرعة البت في صياغة آلية للحد من أسعار الغاز لتوليد الكهرباء في الاتحاد. وذكرت الوثيقة الختامية أن المجلس الأوروبي يدعو المجلس والمفوضية إلى تقديم قرارات ملموسة على وجه السرعة بشأن الإجراءات الإضافية التالية للحد من سعر الغاز لتوليد الكهرباء، ودعا القادة إلى اتخاذ قرارات بحلول أوائل عام 2023 بشأن تحديد سعر إضافي جديد يعكس بدقة أكبر الظروف في سوق الغاز. كشفت صحيفة واشنطن بوست بأن شركة تويتر للتواصل الاجتماعي تتجه لتسريع 75% من موظفيها. وأوضحت الصحيفة أن الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسيبس إكس الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أبلغ المستثمرين المحتملين لشركة تويتر بأنه يخطط للتخلي عن 75% من موظفي الشركة الحاليين البالغين عددهم 7500 بمجرد إتمام صفقة الاستحواذ على تويتر. هذا وتترقب الأسواق العالمية إتمام صفقة استحواذ إيلون ماسك على تويتر والبالغة قيمتها 44 مليار دولار نهاية الشهر الجاري. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار العراقي وأسعار المعادن.
ختام موجز بأمان الله.